والسؤال الثاني يعني أذكار المساء والصباح. أنا يوم يأذن الفجر أقوم أبدأ بتسنن سنة الفجر وأبدأ في أذكار الصباح لين الإقامة وبعدين أصلي وأكمل، وكذلك صلاة العصر إذا أدى العصر أتسنن وأبدأ صلاة أذكار المساء، وإذا صلى وقمت الصلاة أصلي وأكمل. هل هذا عمل صحيح يعني؟ الله يجزاك خير. شكرا. والسؤال الثاني أذكار الصباح والمساء متى وقتها؟ من بداية المساء في زوال الشمس يبدأ المساء، بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، كله وقت لأذكار المساء. كذلك الفجر إذا طلع الفجر، ما هو إذا استيقظت من النوم في آخر الليل، لا، إذا طلع الفجر وتأكدت من طلوع الفجر تبدأ أذكار الصباح. نعم.